دكة البدلاء بلال أو مروان مقايز، رافك أبو تيه، شادي حمدون، أحمد مددي، والفطناسي هنا يسجل. نشاهد جوفو أيضا، شاهد نزل من رتم الدحيل، يسحب فريق الدحيل إلى الرتم اللي يلعب فيه هو، وذلك للنقص العددي والفارق الكبير بين دكة بدلاء الفريقين. نشاهد الآن الكرة سريعة سريعة، الدحيل في الهجوم المنظم الآن، ما القادم ما القادم، جوفو وخطأ 9 أمتار ودفاع شرس. الغرافة الآن يحتاجون إلى التصويبات من البعيد، التصويبات من بعيد، نعم التصويبات والضرب من بعيد. أمير دنقير يصدق على كلامي ويضرب من بعيد من خارج منطقة 9 أمتار، والهدف الثالث بالنسبة لي. الثنائيات الثنائيات لازم يكون تفاهم كبير بين المدافعين، يعني بين 1 و2 و3 و3 التراجع، وهنا 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 محاولة لخطف الكرة. أمير دنقير يضرب، أمير يضرب، أمير الكرة في المرمى. أمير دنقير نشوف الآن الكرة والتقدم، شوف أمير دنقير يتصدى لهذه التصويبة. أمير وبلال، أمير وهدف، هدف من أمير دنقير، أو هدف أو لا، نشوف الآن. أوه الفطناسي، الفطناسي بلال، الفطناسي هنا 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 هنا، يهدى يهدى. المباراة القادمة الريان والوكرة بصوت الزميل العزيز إسلام الستي. ويا إسلام يا إسلام يا إسلام يا إسلام، عندك الريان والوكرة. ونشاهد الآن أمين قحيص وتقلص الآن، والغرافة الآن البحث عن التقدم من جديد. شوف اختلف اختلف الأسلوب الدفاعي. أوهو دنقير دنقير، أمير إلى الغداوي الغداوي الغداوي، لا 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 لا